كاتم للريح فهي إما مكروهة وإما محرمة. مكروهة إذا كان ذلك لا يؤدي إلى الإخلال بأركان الصلاة، أما إذا كان كتم الريح وهو ما يسمى عند العلماء بالحاقب، لأنهم قالوا الحاقب هو الذي يكتم الريح، وهذا قول بعضهم طبعا، والحاقن هو الذي يكتم البول أو الغائط، فإذا كان يؤثر على أركان الصلاة وواجباتها فلا يجوز لك الدخول في الصلاة، يحرم عليك الدخول في الصلاة وأنت كذلك، أما إذا كان لا يؤثر فهو مكروه والله أعلم. معنا اتصال آخر.